على التليفون الناقده الفنيه الكبيره الاستاذه مجدة خير الله اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم اهلا بيك كل سنه وانت طيب كل سنه وحضرتك طيبه يا هانم وانت طيب انا عارف ان الحكم بدري قوي على المسائل يعني النهارده تاني يوم انما حضرتك كنت تعلمي تماما ان الجواب بيبان من عنوان يا استاذه مجدة انت مثلا بتشوفي احيانا احيانا بيبان من عنوانه واحيانا بيبقى العنوان مضلل عادي طيب انت بتشوفي مثلا برامج المقالب اللي بتقدم الحقيقه ايه انت شايفه ان دي مناسبه يعني بدات تبقى مناسبه لم تفقد بريقها المساله بدات تدخل الحقيقه في ان مش عارف انت بتشوفيها ازاي لا هي فقدت مش بريقها فقدت انسانيتها من كذا سنه في العيق. آه. مش السنه دي بس وكل و و سنه بتتصاعد في حده القسوه وعدم الانسانيه وكل سنه ناس برضو بيشاركوا سواء بيتخدعوا او بيروحوا بمزاجهم لكن رد الفعل على الجمهور انا اعتقد انه سيء جدا ولو انه له متابعين من باب التلذذ بمشاهده الاخرين وهو يتاذون لكن يعني الحصيله سيئه للغايه يعني. هو معقوله واحد يا فندم يفضل سيده محترمه انفصلت عن زوجها طول الحلقه لها انت مطلقه ومش هتلاقي ومش هت يعني لا يعني التقديمه دي فيها وقاحه يعني هل ده معقول يعني ملعون ملعون الفلوس دي اللي تخلي اي فنان يقبل هذا الكلام الحقيقه يعني في الحقيقه هو في المفروض لو لو يعني كذا نجم يرفضوا اذاعه الحلقه بعد هذا هذه الاساءه الفظيعه في حقهم كشخصيات انسانيه مش حتى حتى ك كنجوم لا ده شيء مستفز جدا يعني ايه الواحده تعاير بانها مطلقه او حاجه زي كده يعني مساله غير اخلاقيه خالص يعني وبعدين يقول لحد لا فني ولا ت. يقول لحد ولا يلا ويلا مش عارف ايه وانت يعني الحقيقه المساله احنا عندنا يا فندم في مصر المجلس الاعلى للاعلام المذيع احيانا على هوا لو فلتت منه كلمه كده بتتش... بتتنصب المشانق الحقيقه بالظبط هنا فهمت. انا مش قادر افهم مع كل تقديري واحترامي يعني وانا مع اي نافذه اعلاميه تفتح يقول لك لانها النافذه غير مصريه بس النافذه مكتوب عليها مصر ده طب ما هي جمهورها مصري ما هي ما هي بت بت يعني اللي بيشوفها الجمهور المصري والعربي ومعظم النجوم اللي بيجوا مصريين ف يعني مش فاهمه ليه الاساءه لنجومنا يعني وفيما يخص باقي خريطه رمضان يا استاذه مجد ما يخص خريطه رمضان انا شايفه ان لسه زي ما بقول لحضرتك لسه الحكم بدري ولكن في حاجات انا هكلمك على الحاجات اللي ممكن تكون لطيفه لان اللي مش لطيفه لازم اديها وقت كبير علشان لما اجي اقول رايي يبقى يعني في محله يعني. لا طبعا في حاجات جيدة زي مثلا مسلسل كنت حضرتك بتتكلم عنه الاختيار ده شيء طبعا من بداياته شيء قيم جدا يعني فكرة انك تقدم بانوراما او بروفايل عن شخصية بطل طبعا طبعا ده شيء عظيم يعني عارفة ليه يا استاذه مجدة ايوه نتيجة لان في وعي وفي جزء من الدولة تدخل في الانتاج ففكرنا بقطاع الانتاج المصري لما كان بينتج اعمال كلاسيكيات <applause> هذه النوعية لا يمكن شركة عادية تعملها. طب هو أي... ايه المانع ان الدولة تتدخل بقى ت... 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 يعني ايوه طعيد. ايوه تتدخل في الحاجات اللي لها طابع آآ أيوة. آآ وطني او ديني لانها كثيرة التكلفة و... ولابد انها تتقدم لازم حد ياخد في هذا اطار دي. اعاده صياغه الوعي وتنميته ده مطلوب يا أستاذ زي, أو زي ما كان اما الحاجات الاجتماعيه والحاجات الترفيهيه لا 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 لا, ملاش علاقه اه تعملها لانها ممكن تنجح او تخفق لكن لما حاجه وطنيه يبقى لازم يعني ما فيش بد غير انها لازم تنجح وخبر حضرتك لازم يعني يسخر لها وانا شايف البوادر بتاع الاختيار الحقيقه بتاع امير كراره والمجموعه اللي معاه كل طاقم العمل الحقيقه بيبان من حاجات صغيره عاملين شغل هايل بدايه من الكتابه بدايه من تفكير أيوة. الاخراج اختيار الشخصيات والسخ... والشخصيات المساعده ال... الحوار آ... والسيناريو الحقيقة يعني شيء راقي قوي التصوير كل كل الحاجات دي مهمه جدا كل الحاجات دي مهمة خلينا جداً نتابع جداً. مع حضرتك بس دي نظره اوليه اشكرك شكرا جزيلا يا فندم قبل ما اختم المساله دي عايز اقول مش ال... مش الدراما فقط دي الاعلانات دمها تقيل بشكل لا تتخيله يعني يعني الحقيقه عايز اقول لحضراتكم ان الاعلانات دمها تقيل يعني احنا كلنا بنحب محمد صلاح الشركه الراعيه اللي ده عامله محمد صلاح بتذيعه كل ثلاث دقائق مره وعلى كل القنوات طب انا شفت الاعلان مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره وخمس و و والف خلاص بقى لما بشوفه احول انا شايف اعلانات كمان مش هتكلم النهارده يعني المنظومة على بعضها أنا لو مسؤول عن قناة وقاعد قبل رمضان بشهرين تلاتة أربعة وبعمل خريطة وأنا راجل عندي وعي ومثقف ووطني وبحاول إن أنا أساهم مع الدولة في إن أنا أعمل حالة للبيوت اللي قاعدة كل الخرايط اللي موجودة في القنوات مش هوافق عليه الحقيقة يعني ليه يا جماعة أنا بقول ده؟ أنا المهنة دي قضيت عمري فيها ويعني قضيت عمري كله فيها كل لحظة في عمري في حياتي وأنا نايم بفكر في الإعلام وتنمية الإعلام فأنا لما منفعل على اللي بيحصل في الخرائط البرامجية بقول عيب